السلام عليكم ورحمة الله بقناة عبد السبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. أقول لكم جمعة مباركة على كل حال. رسميا الآن محرز رسميا رو في الأهلي السعودي بعد أخذ ورد، وأنا ما كنتش حاب نتكلم كثير في هذا الموضوع لأنه كان وراح وجاء وراح وجاء، تكلمت عليه هذه المرة الثالثة وقلت لكم باللي الثانية نقول باللي لما أتكلم المرة الثانية نقول باللي لما يروح نهار اللي راح تكلمت. واليوم اللي تأكد الأمر من موقع مانشستر سيتي موقع الرسمي هاو تكلموا هاي الصورة. على كل حال مبروك لرياض محرز بعد المبلغ المغري لده رياض محرز، نصر يقول 30 مليون، نصر يقول 35، ونصر يقول 40 مليون، كلها مبالغ مغرية. على كل حال نقول له مبروك عليك وهذه هي غوارديولا. هذا واش يخلي اللاعبين يديروا، لولا غوارديولا لمحرز كان باقي كما كان يتكلم بلسانه كل يوم يقول لك انا نعتزل في هذا الفريق مانشستر سيتي لانه كان فريق من اغلى الفرق في العالم، وراه محرز حاز على تشامبيونز ليغ وراح. مبروك عليه محرز ومن حقه يروح، صارت عليه ضغوطات كثيره مع غوارديولا. غوارديولا اللي كان حاقره وكان يخليه في دكه البدلاء وكان مكانه يعيط داخل الفريق، حتى في مباريات اللي يكون يستحقها محرز باش يستحق محرز باش يلعبوا فيها ما يلعبوش فيها، يلعبوا الا في مباريات ما نقولوش ما عندهاش اهميه، لكن مباريات مش كيما تشامبيونز ليغ اللي كان محرز هو اللي عمل باش الفريق تاهل الى هذاك الدور، كان ساهم باهداف وساهم تمريرات حاسمه، لكن شاءت الاقدار انه غوارديولا يعملها ثانية. قبل بكري كان عاملها مع عدة لاعبين أفارقة، واليوم زاد عملها مع محرز. محرز عودها بالأهلي السعودي، دوك صفحة جديدة، يتلاقى بلاعبين على كل حال. عند الأهلي السعودي طوه مبلغ مغري جدا، حتى واحد ما على بالو، هما يكتبوا يقولوا 40 مليون، يقولوا 35 مليون، لكن العلم لله شحال دا محرز. محرز باش راح الاهلي السعودي وما خيرش ايكيب واحد اخرى سما فريق اخر في اوروبا، كان قادر يلعب وين يحب، كان قادر يلعب وين يحب، كان قادر يلعب حتى في روما، كان قادر يلعب حتى في فرنسا في بي اس جي، كان قادر يلعب حتى في نوادي اوروبيه فرنسيه حتى ايطاليه انجلترا، حتى كان قادر يبقى في انجلترا ويلعب في فرق اخرى، لكن محرز خرج مباشرة لأنه تم ما راحش يطول، وهو في عمره 32 سنة مازالو صغير على كل حال، أنا قادر يزيد يمد، لكن باش يمدوا لك هذاك المبلغ في أوروبا لا أظن. هو الآن تبع مباشرة الأموال ومن حقه، هو رايو 35 أو 30 أو 40 مليون أورو، أحسبها شحال راهي، أي ملايين المليارة كما ملايير المليارة. خير السعودية اللي شاف اللي لاعبين كبار مثل بنزيما واخرون كلهم توجهوا لهذيك الوجهة، راحوا للسعودية. محرز زاد خد الوجهة مع الكبار كما يقولوا، باسكو الكبار بزاف اللي راحوا تما. محرز حتى هو كبير راح للأهلي السعودي بالمبلغ هذاك اللي يهضروا عليه المبلغ الخيالي، والجمهور مانشستر سيتي عندي على كل حال عندي أصدقاء عايشين تم في إنجلترا، قال لك بلي والله الجمهور الإنجليزي جمهور مانشستر سيتي عفوا راهو غاضب شوية من انتقال محرز إلى الأهلي السعودي. هذه هي أخويا، ما قيموش قيمته غوارديولا النحس، أنا سميه غوارديولا العنصري، لا ما كانش لازم يتعامل مع واحد عاقل كيما محرز. محرز كان بزاف عاقل وخلى بلاصته نقيه في مانشستر سيتي. نتحدى اي واحد ولا عمل كاش نهار ضجة او حتى قعد في دكه البدلاء مده طويله وكانت عنده قيمته باش يلعب في الفريق كاساسي بدون اسم بلا حتى شك، لكن محرز لم يتكلم ولو كلمه، مسكين يريح ويسكت ويزيد يصبر، اصبر عام اصبر عامين اصبر 3 سنين اصبر 4 سنين، لكن بزاف هو حاب يلعب كره. ومحرز لما يدخل يعمل لك الفارق، حبيت او كرهت يعمل لك الفارق يا غوارديولا، وانت على ادرى
الان باللي محرز على جالك انت اللي راح محرز من اجل فعلات غوارديولا وعنصريته هو اللي راح. والله محرز لو كان يلعب منتظم او حتى يدخل شوط ثاني مباشره يدخل ويلعبوا مباريات حاسمه محرز ما يروحش من مانشستر سيتي وحتى يعطوله 100 مليون اورو 100 مليون دولار في الاهلي السعودي. لكن هذه هي كرة القدم، اصبحت كرة القدم كلها مسيسة، ما بقاتش كما بكري، واصبحت كرة القدم فيها الجهوية حتى في وطننا هذا تلقى الجهوية اصبحت موضة هذه الجهوية هذه. لا وحتى غوارديولا كان جهوي كثير وكثير، ماشي جهوي غوارديولا كان عنصري. والله انا نقول لكم حاجه، من اليوم فصاعدا مانشستر سيتي ما نسيتش نشوفها خلاص، ما دوك محرز. ويزيد نقول لكم حاجه ثاني، انه صفحات مانشستر سيتي نقص لها مينيموم، نقصوا لها واحد 10 ملايين او 15 مليون متابع داخل الوطن او اكثر من الجزائريين اللي كانوا يتابعوا محرز، كانوا نطلعوا لهم لاباج ديالهم، نتابعوا بعد دوك الصفحات تاع مانشستر سيتي بعد لما تبدا البطوله تشوفوها عاديه، لانه الجزائريين يحبوا كره القدم ويتنفسوها اكثر من الاوروبيين، وخاصه الجزائريين اللي يحبوا محرز كانوا بكثره 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 في المواقع تاع مانشستر سيتي. وانا نقول لهم ماكو خسرتوا لاعب، وخسرتوا جمهور كان يتابع في صفحاتكم، وخسرتوا لاعب خالوق اللي كان عندكم وما عرفتوش كيفاش تتعاملوا معاه، تعاملتوا معاه بهذيك الطريقه، خرجتوه من الباب الضيق. على كل حال هو لم يخرج من باب الضيق، دا اموال كثيره، عرف ينيغوسي كما يقولوا، ما حبش يريح في اوروبا، قال لك انايا عامل اخير 32 سنه نروح ندير فيها ان بون باكي تاع حتى ما نش عارف 35 40 كل واحد شو يتكلم 35 40 مليون اورو يدير ان بون باكي يكمل به مشوار تاع حياته. واش دخلوا هو دوك يريح غوارديولا يدير في الجهويه في مانشستر سيتي، ومحرز راهو يتقاضى على كل حال اموال كبيره بصحته وهذا وارزاق ربي هو اللي عطاه. احنا نقولوا محرز الان راح نتبعوك في السعوديه، ومهما وين تروح نبقاو نشوفوك، نحب اللعب ديالو، نحب المراوغات ديالو، نحب لما يروض الكره، من احسن المروضين الكره في العالم، ما نقولوش ما بالك نقولوا من الاول في الترويض، الاول في مداعبه الكره لما تجيه من بعيد كيفاش يحبسها، والله يخلينا حيرين. الاهلي السعودي اليوم فرحان، جمهور الاهلي السعودي اليوم صدقوني غير دوك تشوفوا الفرحه العارمه اللي يخرجوا يبقاو يعيطوا محرز، لانهم خلاص عشقوا في اللاعب هذا. وقالوا رئيس النادي كما نقولوا بالعاميه دبر راسك، جيبوا عندك الاموال جيب لنا محرز، وكما كان الحال اوجب لهم محرز. مبروك لمحرز على كل حال على الصفقه هذه الناجحه، قول له ان شاء الله مشوار طيب في الاهلي، والجزائريين كلهم وراءك، وان شاء الله في الفريق الوطني تعاود تزيد تصعد في المستوى ديالك باش نروحوا لكاس العالم، ونديروا لي مالا نروحوا نهائي كاس افريقيا ان شاء الله في كوت ديفوار. شاركوا في قناه عبد السبور، سلام.